السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد في هذا اليوم الأغر، يوم الجمعة. نحمد الله تعالى ونشكره أن وفقنا لهذا اللقاء بعد أن صمنا رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم تقبل منا جميعا صيام نهاره وقيام لياليه، وتقبل منا صالح الأعمال. نحن جميعا أيها الأحبة الكرام محظوظون للغاية، لأن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه أمد لنا في العمر وزادنا من الخيرات حتى أدركنا شهر رمضان، شهر الصيام والقيام والعتق من النيران. وربنا سبحانه وتعالى من علينا أننا كنا في هذا الشهر الفضيل مغربنا برمته من أقصاه إلى أدناه، مساجده التي تتجاوز 52,000 مسجد كلها كانت على موعد مع الصلوات، وكانت على موعد مع الدروس الدينية، وكان الناس ولله الحمد في قوة إيمانية قل نظيرها، لأن رمضان هو شهر القوة الإيمانية وشهر السلامة البدنية، حتى الأمراض قلت في هذا الشهر الفضيل، وهو شهر الجود والبذل. رأينا الناس يتنافسون فيما بينهم في أعمال الصدقات والإحسان والعطاء والإكرام، وهو شهر التزاور والتسامح. رأينا في هذا الشهر الفضيل العائلات فيما بينها تزور بعضها بعضا، وتقيم موائد الإفطار جماعة، ويقع صلة الرحم. هذا الشهر هو شهر التصالح مع الله والرجوع إلى الله والتجاوز عن عباد الله. ورأينا بشدة في هذا الشهر أن الأيادي ترفع إلى الله بالدعوات، والألسن تجأر إليه بطلب المغفرة من السيئات، لأن هذا الشهر الفضيل فيه الدعاء مسموع والخير مجموع والشر مدفوع، وربنا سبحانه وتعالى جعله لذنوبنا مكفرة ولسيئاتنا مطهرة. هذا الشهر الفضيل مر بسرعة بسرعة، الناس فيه كانوا يقيمون الليل، وكانوا يتصدقون على الضعفاء والمساكين والمحتاجين، وكانوا يقرؤون القرآن بالليل والنهار. ورأينا بأن الناس يفشون السلام ويبتعدون عن الكذب والغيبة والنميمة والافتراء، صار مجتمعنا مجتمع الفضيلة بامتياز. الآن وقد ولى وأدبر رمضان، وعادة الناس يتساءلون ما هو الأجر والثواب الذي يناله الصائم، لأن كل من يعمل عملا إلا ويأخذ عليه أجر. فالموظف والمستخدم وغيرهم إذا عمل لابد في آخر الأسبوع يأخذ أجره، أو في آخر الشهر، وقد يكون مياوما يأخذ أيضا مستحقاته. ربنا سبحانه وتعالى ما هي المستحقات التي أعطانا في رمضان؟ طبعا أعطانا نفحات نورانية ربانية، وقال لنا للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الفرحة تمت يوم عيد الفطر السعيد، ورأينا الحمد لله في بلادنا أجواء
كلها تدل على السرور والبهجة والحبور. رأينا الناس يلبسون اللباس المغربي التقليدي الجميل البهي، ورأينا الزيارات العائلية، والسفر كان قويا وشديدا، الناس يسافرون من وإلى عائلتهم في مختلف المدن والأقاليم. ورأينا ولله الحمد والمنة زكاة الفطر كانت تعطى للفقراء وللمساكين، وعقدت صلاة العيد السعيد في عدة مساجد ومصليات. وتابعنا كيف أن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعالى ورعاه أقام هذه الصلاة في رفقة طيبة من المقربين إليه. ورأينا الحمد لله كل الأشياء تنبئ بأننا في وضعية والحمد والمنه على الطريق السوي وعلى الإسلام الوسطي المعتدل، وأننا إلى الله أقرب. هذه فرحة كانت يوم العيد، وهناك فرحة أخرى وعدنا بها الله تعالى ستكون يوم القيامة، لما يخرج الناس من قبورهم وينفضون عنهم التراب ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، ويدخلون إلى الجنة وهناك ربنا عز وجل يوزع الهدايا ويوزع المكرمات وتقام موائد الطعام والشراب، والله سبحانه وتعالى يبدأ يتجول على العباد وهم يرونه رأي العين، يرونه مباشرة، كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وتلا قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ربنا يتجول على العباد ويقول إن سعيكم كان مشكورا، إن سعيكم كان مشكورا، حتى يقال بأن أهل الإيمان يبكون ويشعرون بالغبن ويقولون يا ربنا لو كنا نعلم هذا الجزاء الوفير والعطاء الكثير لعبدناك أكثر، يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما حمدناك حق حمدك. هذه فرحة عظيمة سيلقاها المؤمنون يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى يفتح لهم أبواب الجنان ويدخلهم القصور تجري من تحتها الأنهار. خيرات كثيرة أيها الأحبة الكرام لاحظتها في هذا الشهر الفضيل، ولكن سرعان ما انقضى. ألم تلاحظوا أيها الأحبة الكرام أن الوقت مر بسرعة؟ وقد جاء في الحديث أنه من علامات تقارب القيامة والبعث والنشور تقارب الزمان، أن الزمن يصبح سريع. أخبر النبي الصادق المصدوق أن السنة تصير مثل الشهر، والشهر يصير مثل اليوم، واليوم أو مثل الأسبوع، والأسبوع يصير مثل اليوم، واليوم يصير مثل الساعة، والساعة تصير مثل الضربة من الدار. ألم تلاحظ بأن الشهر شهر رمضان الكريم مر بسرعة فائقة، وكأننا في قطار مكوكي نقترب من الأجل الذي وعده الله تعالى، لكن لا يهم العمر إذا مضى، المهم أن يمضي في طاعة الله، ليس المهم أن يمضي العمر، لأن الإنسان خالد بطبعه، الناس خالدون ينتقلون من عالم إلى عالم. كنا من قبل في عالم الذر، ثم بعده صرنا في عالم الأصلاب في ظهور آبائنا، ثم بعد ذلك صرنا في عالم الأرحام في بطون أمهاتنا، ثم بعد ذلك صرنا الآن في هذه الحياة الدنيا، وبعد عمر طويل إن شاء الله ننتقل إلى عالم القبر، ثم عالم البرزخ، ثم عالم البعث والنشور، ثم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ليس مهم أن يمر العمر، لكن المهم أن يتم في طاعة الله الذي يثلج صدورنا. هو أن الجو الإيماني الرباني كان قويا وكان منتشرا في رمضان في بلادنا المغرب وفي كافة البلدان الإسلامية، وهذا إن دل على شيء يدل على أن هناك صحوة إسلامية تتجدد، أن هناك انبعاث إسلامي بدأ من جديد يتبلور، أن هناك يقظة، أن هناك ولله الحمد والمنة روح نورانية بدأت
تصعد في أجيال جديدة، هناك أجيال تصعد بأمر الله تعالى فيها قوة الإيمان وفيها المسابقة في الخيرات وفيها الكثير من المكرمات. الآن أيها الأحبة الكرام، علينا أن نعلم بأن رمضان ربنا أراده أن يكون مدرسة أو جامعة تربوية تعليمية تثقيفية توجيهية. دخلنا إلى هذه المدرسة وإن شاء الله تعالى نكون قد استفدنا فقط من باب التذكير. ماذا استفدنا؟ استفدنا أولا أننا نستجيب دوما لنداء الله. إذا سمعنا قول الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، نستجيب لدعوته، لأن الله تعالى يخاطب فينا شارة الإيمان. فمن صفات المؤمنين أنهم كلما سمعوا القرآن العظيم يخاطبهم المولى من فوق سبع سماوات يقول يا أيها الذين آمنوا، نكون جميعا آذان صاغية وقلوب واعية لتلقي الأمر الإلهي وتنفيذه على الأرض حسب قدرتنا واستطاعتنا. واتقوا الله ما استطعتم. فربنا يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكل أوامر ربنا عز وجل هي من أجل حياة جديدة نظيفة طيبة مباركة وحياة حقيقية. لما سمعنا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، استجبنا بسرعة ومن غير تردد لهذا النداء الإلهي وصمنا جميعا، صام الكبار والصغار والذكور والإناث، وصام أصحاب التيار اليميني والتيار اليساري والتيار الوسطي، الكل ليس هناك تمييز، كل هذه مصطلحات وضعها أناس في دراسات لتعدد التوجهات، وإلا فنحن جميعا فينا فطرة إنسانية نورانية تسكننا بداخلنا. لما سمعنا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الكل هب إلى الصيام، لأن الفطرة التي بداخلنا جعلتنا نسرع إلى هذا الأمر، وهذا مصداقا لقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فهذه من صفات المؤمنين أنهم يسرعون في فعل الخيرات وفي فعل المكرمات. ربنا سبحانه وتعالى شرف الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم بعدة خصائص، ومن بينها أنها دوما إذا سمعت أمر الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح تسرع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتنافس وأمرنا بأن نسرع، وقد وفقنا في هذا الأمر المبارك. في رمضان أيها الأحبة الكرام، لاحظنا بأن المساجد كانت ممتلئة بالعلماء وبالدعاة وبالوعاظ، ولاحظنا أن حتى وسائل الإعلام يعني منها من كان فيه الكثير من الدروس الدينية وفي الدروس العلمية لكي نتثقف ولكي نستوعب أحكام الشريعة، حلقات الذكر ودروس العلم، وهناك أناس كانوا يقتنون كتبا للدين فيها الأحكام الشرعية. لماذا؟ حتى يكون صيامنا صحيح. وفعلا الحمد لله كانت حركة علمية دؤوبة، سواء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي أو على مستوى الإذاعات وغير والتلفزات وغيرها من المحطات، وهذا مصداقا لله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإنسان يعبد الله تعالى على علم، ويعبد الله تعالى على يقين. كنا في رمضان مع صلة قوية مع القرآن العظيم، لأن هذا الشهر هو شهر التنزيل، ولاحظنا بأن الناس يقرؤون القرآن، حتى قيل بأن الكتب التي بيعت في المكتبات هي أولها القرآن العظيم. المكتبات الإسلامية في رمضان كانت نشطة وقد باعت أعداد ضخمة هائلة من الكتب، وخصوصا أكثر المبيعات كانت في القرآن العظيم. ولاحظنا بأن الناس حتى في
زيارة المواقع التواصل الاجتماعي، هناك زيارة المواقع التي فيها القرآن الكريم. فالحمد لله تعلمنا من رمضان أننا نبقى في اتصال وثيق مع كتاب الله تعالى. وربنا وصف بأن التجارة التي لن تبور أبدا، ما هي التجارة التي لن تبور؟ هي التجارة مع الله. أي تجارة أخرى قد يصيبها الكساد وقد يصيبها الخسران والبوار، إلا التجارة مع الله فإنها لن تبور. وأعظم تجارة مع الله هي أن تكون في اتصال مع كتابه العزيز. ربنا قال لنا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. في رمضان أيها الأحبة الكرام لاحظنا بأن الناس صاروا يحافظون على الصلوات في وقتها، فالكثير من الذين كانوا لا يصلون في الأيام العادية صاروا في رمضان يلبسون اللباس التقليدي ويؤمون المساجد، ورأينا حركة دؤوبة وقوية جدا في بيوت الله، حتى المساجد اكتظت وعجزت عن استيعاب زوارها، وبعض الأحياء أقاموا خيام في الساحات العمومية وفي ملاعب القرب تستقبل المصلين والنساء المصليات، وهذا خير عظيم. لاحظنا الناس كلهم يتزاحمون لأداء الصلاة في وقتها، وينطبق علينا قول الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فعلينا أن نواصل، علينا أن نواصل هذه الصلاة، ليس فقط ينتهي رمضان ثم بعد ذلك نقول بأن الصلاة لا تجب علينا في غير رمضان. الصلاة واجبة في كل شهور السنة وفي كل أيام الله. لاحظنا خصوصا الناس يحافظون على صلاة العشاء والفجر في الجماعة. في صلاة العشاء عادة يكون العدد قليل في الأيام العادية، وفي الفجر يكاد يكون ضعيف جدا في الأيام العادية، لكن في رمضان رأينا الناس يؤمون إلى المساجد لحضور صلاة العشاء والفجر باكتظاظ شديد، وهذا فيه خير عظيم علينا أن نحافظ عليه، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله أو أدرك الليل كله. علينا أن نحافظ على هذه النعمة لننال هذا الفضل الذي ميز رمضان عن غيره من شهور السنة، وهو الصلاة في جوف الليل. هذا ما يمتاز به رمضان. ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا فقال: من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رمضان كان بالليل الناس أحياء، قلوبهم حية، كنا نتجول من مسجد إلى مسجد وفي مختلف المساجد اكتظاظ، الناس يصلون التراويح بعد العشاء ثم يصلون التهجد ابتداء من الواحدة ليلا، وهناك من يصلي التراويح قبيل الفجر، وكانت هناك حركة دؤوبة. الليل كله صلاة، كله قيام، وهذا يجعل البشر يقتربون من عالم الملائكة، حتى قال بعضهم: كادت الملائكة أن تنزل من السماء فتصافح الناس على الطرقات، لما تراهم بأنهم يعمرون بيوت الله ويصلون مع أهل الإيمان واليقين. حتى النساء، حتى الشابات كنا يحضرن بكثافة إلى بيوت الله، وهذا فيه خير كثير، لأن الله تعالى مدح من هذه صفاتهم الذين يكثرون النوافل خصوصا بالليل بأنها تمحو السيئات وترفع الدرجات، وهو القائل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وربنا سبحانه وتعالى وصف الذين يصلون بالليل أنهم
سماهم عباد الرحمن، عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، لا يكادون ينامون، في الليل كله سجود وقيام. وخصوصا وجدنا بعض الناس يسكنون بعيد ومع ذلك كانوا يتحملون مشقة الطريق ويذهبون لحضور المساجد التي تمتاز بالقراء وبالمشفعين أصحاب الصوت الجميل والأداء المتميز رغم الظلام ورغم بعد المسافة، وهؤلاء عندهم أجر وثواب عظيم، هنيئا لهم. فسيدنا النبي بشرهم بقوله: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. خيرات وبركات كثيرة تمت في رمضان، وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر الفضيل أننا ينبغي أن نخرج فيه بتغيير جذري. ما هو التغيير الجذري الذي ينبغي أن نخرج فيه أيها الأحبة الكرام؟ أول شيء أننا نعظم شعائر الله، لابد أن نبقى على هذا النفس، دوما نعظم شعائر الله. إذا سمعنا القرآن الكريم يأمر أو ينهى، إذا سمعنا السنة النبوية الشريفة توجه أو ترشد، علينا أن نعظم هذه الشعائر ونسعى للتنفيذ والتطبيق على قدر ما نستطيع، لأن هذا فيه تقوى عظيمة يزرع الله في القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا أيها الأحبة الكرام، نشعر في هذا الشهر الفضيل بأن الله عز وجل قد زرع في قلوبنا التقوى اللي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي التقوى التي المقصود من الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأكيد شعرنا بالمراقبة الإلهية، الله يرانا، الله يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. نحن في أمس الحاجة في مجتمعاتنا أن نشعر بالرقابة الإلهية، هذا يجعل مجتمعنا مجتمع الفضيلة ومجتمع الصلاح، ليس فيه سرقة وليس فيه ظلم وليس فيه اعتداء وليس فيه جرائم. والله تعالى يراقبنا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. خيرات كثيرة أيها الأحبة الكرام، كلها فزنا بها في هذا الشهر الفضيل. ولكن مع كل هذا ينبغي أن نستمر، لأن الله تعالى الذي يعبد في رمضان يعبد في شوال ويعبد في سائر شهور السنة. ولكي نواصل في هذا العمل الصالح، نحن الآن أمام صيام 6 أيام من شوال فقط من باب التذكرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا ألتمس من أحبابي الكرام أنهم يجتهدون في هذا 6 من شوال، لأن فيها أجر وثواب عظيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان له كصيام الدهر، يعني كتمام السنة. إذا صمت رمضان ثم صمت معه 6 أيام من شوال لك عام بكامله يكتب في ميزان حسناتك، لأن صيام شهر رمضان هو ب10 أشهر، الحسنة ب10 أمثالها، هكذا قال ربنا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالحسنة هي ب10 أمثالها، رمضان هو فيه تقريبا 30 يوم، يعني في 10 300 يوم، يعني ب10 أشهر، والصيام 6 أيام يعني بتاية ب10 هي 60، والسنة هي 360، فصيام رمضان ب10 أشهر وصيام 6 أيام من شوال ب2 شهر فذلك تمام السنة. فعلينا أيها الأحباب الكرام أننا نجتهد لا نضيع هذه الفرصة، والمفروض في المؤمنين دائما يسارعون في الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. هذا العمل إنما له أجر وثواب كبير كبير جدا. سابقوا، هكذا يأمرنا المولى عز وجل، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
والله ذو الفضل العظيم. علينا أن نجتهد في صيام هذه الأيام المباركة. وبعض الناس بدأوا في صيامها الحمد لله وهم في طريقهم إلى إنهائها. فربنا سبحانه وتعالى يسر لنا وجعل أن هذه الأيام ممكن أن نصومها دفعة واحدة وممكن أن نقسمها ولا يلزم التتابع فيها، لأن سيدنا النبي أطلق فيها الصيام لم يذكر فيها تتابعا ولا تفريقا، وإنما قال من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان له كصيام الدهر. فنصومها على قدر ما نستطيع، إذا استطعنا أن نجمعها دفعة واحدة كان أفضل، وإذا تعذر علينا نفرق، نصوم الاثنين والخميس، بعض الناس يعملون في الأشغال الشاقة يصومون أيام العطل الأسبوعية السبت والأحد، يعني على قدر ما تستطيع. لكن السؤال الذي يطرح دوما في الجانب الفقهي حول صيام شوال للذين لم يصوموا كل رمضان بعذر شرعي، هناك بعض النساء التي كنا عندهم حيض، وهناك بعض النساء الحوامل والمرضعات، وكذلك المسافرين والمرضى وغيرهم ممن أفطروا في رمضان، دائما يطرحون التساؤل، هل نبدأ بست أيام من شوال أم نقضي ما علينا من رمضان؟ بعض العلماء يقولوا لا بد أن الذي أفطر في رمضان لعذر شرعي عليه أن يصوم أولا الأيام التي عليه، لا بد أن يؤدي الديون التي عليه، لأن سيدنا النبي قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، والذي لم يصم رمضان لعذر شرعي فهو وكأنه لم يتمم هذه العدة، فإن يتحقق وصف الصيام لمن أكمل العدة، هكذا يقول بعض العلماء. لكن هناك الفقه في آراء وفي مدارس متعددة للفهم والاستنباط. هناك رأي آخر لأهل العلم والفضل ممن يتبعون منهج التيسير ورفع الحرج، فقالوا الأفضل فعلا أن يصوم الإنسان ما عليه من ديون ثم بعد ذلك يصوم ست أيام من شوال، هذا الأفضل. لكن من تعذر عليه وأراد أن يصوم أولا ست أيام من شوال ثم فيما بعد يؤدي ما عليه من قضاء رمضان، فقالوا الأمر جائز أيضا، الأمر جائز، لأن من أفطر في رمضان لعذر شرعي فيصدق عليه أنه صام رمضان لأنه عنده عذر شرعي، وربنا سبحانه وتعالى جعل ست أيام من شوال هي تختص بهذا الشهر، هي فضيلة تختص بهذا الشهر وتفوت بفواته. أما القضاء فربنا قال لنا فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. فكل هذه فضائل كبيرة وكبيرة جدا. ما نريد لفت الانتباه إليه أيها الأحبة الكرام، وهو أن هذا الشهر شهر شوال يسمى شهر الأفراح وشهر المسرات، ولهذا اعتاد المسلمون في شوال أنهم يعقدون الخطبة للزواج ويعقدون عقود القران ويعقدون البناء، فهنيئا لكل العرسان الجدد الذين يختارون شوال كبداية لعقد القران أو لقيام الخطبة أو للبناء والزفاف الميمون. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل أن تقام وليمة العرس أو الخطبة أو القران تكون في هذا الشهر الفضيل. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال. لهذا كانت أمنا عائشة كانت قريبة من قلب النبي الكريم، كانت تقول ومن من نساء النبي كان أحظى عنده مني، لأنك يجعل فيها الحضوة بين الزوج وزوجته. فهنيئا لكل المتزوجين والمتزوجات، وأسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم الأفراح والمسرات في رمضان وفي شوال وفي كل فصول السنة وأشهر السنة وطيلة العمر إلى أن نلقى الله تعالى. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب العالمين.
أحبتي في الله، أذكركم بأرقامنا الهاتفية لمن أراد أن يتواصل معنا لطرح أسئلة فقهية نجيب عنها على ضوء الكتاب والسنة والمقاصد العليا للشريعة. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. ونبقى مع هذا الفاصل القصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.